والسلف رضوان الله عليهم كانوا يدأبون على قيام الليل، لا يتركونه لا في سفر ولا في حضر، لا حالين ولا مرتحلين. هذا أمر أدمنوا عليه، أدمنوا عليه، لا يفترون عنه. بل عاد بعضهم اتخذ له محاريب يتعبد فيها، وأماكن خاصة يعبد الله فيها منزوية يخلو بالله تبارك وتعالى فيها. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل عند غير الربيع كان إذا قام يتهجد، كان إذا قام يتهجد في الربيع، كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لأن القيام بالطاعة إنما أسعد بها نظرة من الله جل وعلا. ما يقوم قائم بطاعة الله إلا لما يسعده الله بنظرة عناية يقوي بها روحه وقلبه وبدنه على أدائها، وإلا فإن الأصل أن الإنسان مكبل بقيود حب الراحة ومكبل بقيود الهوى ومكبل بشواغل الدنيا ومكبل بعلائق الشيطان. هذه القيود كل هذه تحيط به من كل جانب، فكيف ينفذ من بينها ويخلص حتى يؤدي فرض الله، ثم يزيد على فرض الله بنوافل وطاعات، وينطلق انطلاق البرق في ميادين طاعة الله يخوضون فيها منزلا بعد منزل يكاد بها الشوق الملح يطير. كيف؟ إلا بتوفيق من الله. قال الله وما توفيقي إلا بالله، ما التوفيق إلا منه. فلذلك لما يقوم الإنسان بطاعة من الطاعات يستشعر هذه النظرة الإلهية التي أنهضت بدنه ووجهت قلبه ليقوم بالطاعة. وهذا من أدعى نفي العجب عن النفس، كي لا يعجب الإنسان بطاعة أداها إنما أوتيته على علم عندي، لا، وإنما يقول قل إن الفضل بيد الله. حتى وهم في الجنة الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة، إيش؟ من فضله. ما قالوا نحن بعملنا واللي سويناه وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا، لا، قال ما نزلنا منزل الجنة إلا بفضل الله. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من فضل الله. هذه الآية موافقة لحديث لن يدخل أحدكم الجنة عمله، هذه الآية مؤيدة لذا الحديث. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا في زيادات المسند ذا الحديث، في زيادات المسند عن عائشة رضي الله عنه، هو مروي عن عائشة وسعيد بن عباس وأنس وغيرهم، مروي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. من ذا الذي يدخل الجنة بعمله؟ وهل كان العمل إلا برحمة الله؟ هل كان العمل إلا برحمة الله؟ قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا إله إلا الله، أولئك هم الراشدون، هداهم إليه ثم أثنى عليهم وذلك في إحسانه متلازم. هداهم إليه ثم أثنى عليهم وذلك في إحسانه متلازم. كيف هو اللي يقول حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وبعدين يقول أنتم راشدون، وهو أنت ومن عنده بدء العطاء والخواتم، ومن عنده بدء العطاء والخواتم، يهديهم ويمدحهم. وذا يقول الشيخ ابن عدي رحمه الله: وذلك في إحسانه متلازم. هذا من كرم الكريم أنه المعطي ثم يمدح، يقول ما شاء الله ما أغناك، وهو الذي أغناك.